السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء. قبل ما نبدأ الفيديو ده يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان حلم 100,000 أهلاوي مش هيبدأ غير بيكم انتوا. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. الحلقة دي مختلفة شوية، هنتكلم عن الرجاء البيضاوي المغربي بطل الدوري المغربي بعد إثارة كبيرة وبعد تشويق كبير حصل في آخر مباراة والجولة الأخيرة في الدوري المغربي. كلنا شفنا وشاهدنا وحضرنا مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، ولكن في نفس التوقيت تقريبا كان تقام 3 مباريات أو كل مباريات الجولة الأخيرة، ولكن أهم 3 مباريات كانت مباراة نادي البركان ومباراة الوداد والفتح الرباطي والرجاء والجيش الملكي. طبعا إثارة كبيرة حصلت وتمت في ال3 مباريات دول، بداية إن كان الرجاء تأخر والوداد تأخر ونهضة بركان كان متقدم، يعني كان بقى نهضة بركان هو أول الدوري وبطل الدوري. وشوية والأحوال اتبدلت وبدأ الرجاء اتعادل والوداد اتعادل وبقت الكفة رجعت تاني للرجاء. وشوية في آخر اللحظات بيرجع الوداد يتقدم في الدقيقة 81، يعني بيرجع يتقدم وبيكسب الفتح الرباطي علشان يبقى هو بطل الدوري. علشان لو كانت كملت مباراة الوداد والجيش الملكي بالشكل ده بالتعادل كانت البطولة حسمت للوداد في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير، ولكن حصل العكس ونادي الرجاء الكبير بيتمكن من تسجيل هدف الفوز على الجيش الملكي في الدقيقة 91 وبيقلب الطاولة زي ما بيقولوا على فريق الوداد اللي كان فرحة مش سيئة بالفوز وسقوط الوداد بالتعادل، ولكن الرجاء آسف بالتعادل، ولكن حصل العكس والرجاء قدر يتمكن ويقلب المباراة لصالحه في مشهد دراماتيكي في مشهد درامي زي ما بيقولوا، والرجاء بقى هو بطل الدوري في اللحظات الأخيرة. يبقى الرجاء فاز 2-1 على الجيش الملكي، الوداد فاز على الفتح الرباطي 2-1 برضو، ونهضة بركان تقريبا برضو فاز، ولكن فوزه ما بيفيدش في حاجة لأن بعد فوز الرجاء والوداد يبقى الترتيب رجاء بطل الدوري. بنبارك له بنقول له ألف مبروك على البطولة يستحقها لتعبه ولعنائه، وبقاله كام أسبوع، بقاله من ساعة عودة نشاطه وهو ماسك أول دوري، مش هيجي في آخر أسبوع هيخسر الدوري، هيبقى ظلم. ولكن فريق الوداد لازم نقول هارد لك لأنه اجتهد وتعب وقدر يرجع تاني في الجيم لحد آخر نفس، وكان هو بطل الدوري لحد 91 من بطولات الرجاء، ولكن هي دي كرة القدم وإثارة ومتعة وتشويق كرة القدم. بنبارك لفريق الرجاء اللي جمهوره يستحق التقدير والاحترام من أعظم الجماهير اللي موجودة في الوطن العربي إن لم يكن أعظمهم، ولكن بالنسبة لي كأهلاوي بشوف إن الجمهور رقم واحد هو جمهور النادي الأهلي يليه جمهور نادي الرجاء في المغرب. بنقول هارد لك لنادي الوداد اللي قدم موسم أسطوري، بنقول ألف مبروك لنادي الرجاء اللي قدم كل حاجة في الكورة، صارت تشويق ساسبنس كل حاجة عملها في الكورة لحد آخر لحظة وآخر نفس. وشفنا موضوع الريمونتادات اللي بيعملها، كان متأخر في البطولة العربية أمام الوداد 4-2 وقدر في آخر لحظات المباراة يتعادل 4-4 ويطلع فريق الوداد، ودلوقتي بيقلب الكفة تاني في آخر مباراة في الدوري في اللحظات الأخيرة بيقدر يحسم الدوري. بنبارك للرجاء، هارد لك للوداد، هارد لك لنهضة بركان، عملوا موسم أسطوري كلهم، كل الفرق عملت موسم أسطوري ويطلعوا لنا الدوري بالمنظر والشكل والعظمة دي زي ما بيقولوا. الدوري المغربي يستحق المتابعة، كان لازم نعمل الحلقة دي. وطبعا زي ما قلت لكم لأول مرة تزورنا في القناة تنزل تشترك في القناة دلوقتي وتفعل زر الجرس. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتبارك لجمهور الرجاء وشعب الرجاء ونادي الرجاء على اللقب، وبنتمنى التوفيق للجميع. ويلا انزل اشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.